مبادرة قوى التغيير، مبادرة المجتمع المدني، مبادرة مجموعة 22 ومبادرة النخبة. تعددت المبادرات لحلحلة الأزمة والحوار غائب. فمنذ 22 فيفري تاريخ بداية الحراك الشعبي ظهرت مبادرات أصحابها رجال السياسة وشخصيات وطنية وكذا رؤساء جمعيات إطارات نقابيين أساتذة وحتى طلبة وشخصيات من الحراك. 4 أشهر من الأزمة، الجميع يدعو إلى الحوار، سلطة ومعارضة، مؤسسة عسكرية ورئيس دولة، مبادرات عديدة بخارطة طريق مختلفة، فبين المرافعين عن المسار الدستوري والمطالبين بمرحلة انتقالية تاه الحوار الشامل. أما وأن تعدت خرائط الطريق فلن ترضي أي خارطة طريق، أي فاعلية من الفاعليات الفعاليات الموجودة في الحراك. ولذلك أنا في تقديري نكفوا الحديث عن المرحلة الانتقالية، في تقديري الشخصي على الأقل ونذهب للمسار الدستوري. المعارضة ترفض إشراك رموز النظام السابق في الحوار، والمدافعين عن الخيار الدستوري يسقطون دعاة المرحلة الانتقالية من أجندة الحوار. سياسة الإقصاء بين الفاعلين يعرقل جلوس جميع الأطياف على طاولة واحدة. من أسباب الحراك هو الإقصاء. الإقصاء اللي حست به المواطن هو دافع من دوافع الحراك. لذلك إذا أردنا أن نعالج الوضعية ما نعالجوش الإقصاء بالإقصاء. أنا في تقديري الجزائر تاع الجميع. تعددت المبادرات والحوار مع وقف التنفيذ، كل طرف يلعب جميع أوراقه لتمرير مشروعه السياسي بعيداً عن لغة التنازلات، معطيات قد تطيل من أمد الأزمة.